موضوعنا النهارده موضوع يهم الاسره المصريه، والحقيقه انا استغربت من عنوان الطلاق الحضاري. الطلاق اعرفه جيدا ومن ابغض الحلال، لكن كلمه الحضاري ده من عنديات فضيله مفتي الديار المصريه الدكتور شوقي علام، ومن هذه المنطقه منطقه الطلاق الحضاري سوف نبدا المناقشه حول احوال الاسره المصريه ومنها ما يخص الطلاق. اهلا بك مولانا. اهلا وسهلا. الحمد لله. ماذا قصدت بالطلاق الحضاري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قصدت بكلمة الحضاري يعني احنا نكون متحضرين واحنا بننهي هذه الحياة التي أصبح الآن من المستحيل، كما سنقول يعني أصبح الآن من المستحيل الاستمرار فيها، لكن يعني وصلنا إلى نقطة سد. أيوة. فيكون الطلاق هو العلاج. هذا العلاج نحن نريد أن نتحضر وأن نرتقي في استعماله، بحيث أن احنا نصل إلى الرتبة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف أو فارقهن بإحسان في آية أخرى. فأمسكهن بمعروف أو تسريح بإحسان، ده المعنى اللي سيادتك قصدته بالحضاري. الإحسان المعروف، ولا تنسوا الفضل بينكم. القرآن الكريم كله في الحقيقة بقولك لما تستعمل هذا العلاج الفعال الذي لا بد منه في هذه الحالة، اللي استحالة العشرة، لما تستحيل العشرة استعمل الطلاق، لكن استعمله في ثوبه الذي قصده الشرع الشريف. طب أنا هبدأ من منطقة بعيدة عن الطلاق الحضاري لحد وصوله للطلاق الحضاري. لماذا هو أبغض الحلال؟ لأن سيادتك الأسرة هي عماد المجتمع، وهي مقصود حماية الأسرة مقصود شرعي لله سبحانه وتعالى، بدليل مثلا بأن احنا وجدنا عقد الزواج نفسه فيه من الشروط ما لم نجدها في أي عقد آخر. بمعنى لما نأتي إلى عقد البيع مثلا اللي هي عقد سلعي، تبادل الأملاك وتبادل المنافع وشيء من هذا القبيل، الحقيقة وجدنا في معاوضة يعني خد وهات. مزبوط. ولذلك كانت الأمور سهلة بالنسبة له بالنسبة لهذا العقد، يعني ما فيش على وجه الإلزام وعلى وجه الصحة ما فيش شهود، مش شرط تشهد على البيع، لكن على سبيل الاستحباب والإرشاد والأحسن، وحتى لا ينكر هذه المعاملة يعني وأشهدوا إذا تبايعتم، على سبيل الإرشاد وليس على سبيل الوجوب. ليه؟ لأن الموضوع العقد سلعة، لكن هنا موضوع العقد قيمة إنسانية، نفس علاقات فيما بين إنسان وإنسان، ولذلك احتل رتبة عند الشرع الشريف فكثر فيه الشروط وأطلق عليه الميثاق الغليظ، وأوجد من الأساليب اللي هي مقدمات له، كأنه يقول لي أنت مقدم ومقبل على مشروع كبير ومشروع عملاق، ومن شأن المشاريع العملاقة الكبيرة أن يهيئ لها وأن تمهد لها وأن تحط بالضمانات بحيث أنها لا تفشل. ولذلك وجدنا الشرع الشريف غير أي عقد من العقود يستحس الولد والبنت على حسن الاختيار، والأهل يكونوا مشاركين أيضا في هذه المسألة، ونتحرى ونشوف من اللي جاي وتخيروا ونتفقوا. مزبوط. لابد نتحرى ونشوف من اللي جاي يعني يقترن بهذه البنت، أو من اللي أنت حتقترن بها يا ابني. أيوة، حسن السير والسمعة. فليه كل هذه الاحتياطات؟ لأجل حماية الأسرة، كأن التمهيدات التي قصدها الشرع الشريف هي مقدمات أيضا لحماية هذه الأسرة الوليدة التي ستكون فيما بعد. وما دام احنا حمينا الأسرة يبقى حمينا النسل، حمينا قوام المجتمع، حمينا المجتمع بأسره. ولذلك كل ما يتخذ من أساليب حماية أيا كانت هذه الأساليب التي تليق بالعصر الحاضر والعصر الذي سيأتي والعصر الذي كان، كل هذه الأساليب الحماية التي نحن نخترعها في إطار تعاملنا مع الحياة الزوجية هي من الأمور المحبوبة والأمور المحمودة والأمور التي ندب إليها الشرع الشريف لأجل أن نقي هذه الأسرة من الهزات التي يمكن أن تتعرض لها.
فمثلا على سبيل المثال مثلا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول للولد يقول له تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نصيحة. فيقول له والله دي رغباتكم يا بشر. ضم وصفة. فبيديني وصف بيقول لي انت رغباتك ايه؟ في بعض الناس رغبتهم انه على الجمال وعلى الجمال وعلى كذا، لكن يقول بان كل هذه الاساليب الثلاثه وان كان هي يعني موجوده ومغروسه في النفس الانسانيه انه عايز الاجمل وعايز الاحسن وعايز كذا وعايز كذا، لكن كن على يقين وكن في حرص شديد جدا الى ان ذات الخلق ستحمي هذه المنطقه الاولى التي اخترت بناء عليها. يعني اذا كنت ستختار للمال فاجعل في جانب المال الدين، لابد يكون لابد يكون فيه اخلاق، فيه مبادئ، فيه يعني كذا. الدين مستصحبا في كل هذه المواصفات. القيم مستصحبه والدين مستصحب والمثل والمبادئ التي تربت عليها البنت. وكذلك في الولد، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. ما هذا الجمال النبوي الشريف الذي يريد ان يحصن ليه؟ لان انت فيما بعد سيادتك الولد والبنت كل منهما جاي من ثقافه مختلفه. مظبوط. حتى وان كان جيران يعني من بيت مختلف. في بيت مختلف، والبيت الواحد فيه ثقافات مزبوط مختلفه. مزبوط. وفي انماط مختلفه من الشخصيات. فاذا كانت البنت جايه من بيئه مختلفه والولد جاي من بيئه مختلفه، هذا الامتزاج الذي سيحصل والذي سيتحقق به قول الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا الامتزاج لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار من التوافق أو في قدر من التوافق في بين الاثنين في هذه الأمور التي ذكرت في الحديث الشريف، وعلى رأسها هذه القيم والمبادئ، لأن هي التي ستعصم الولد وستعصم البنت، تعمل حصانة، تعمل يعني طمأنينة عند الاثنين، تعمل ضمانة إن الحياة الزوجية هتستمر.